كما أطلق حزب حماة الوطن بمحافظة الدقهلية منتدى الحوار الوطني تحت عنوان تأثير الشباب والجمهورية الجديدة بمشاركة من فئات المجتمع كافة، وتناولت مناقشات سبل تنمية الحياة السياسية والبرلمانية وأهم الأطر والتشريعات المقترحة التي تسمح بالتمثيل النيابي للشباب في الجمهورية الجديدة، وأهمية التدريب والتثقيف لانخراط الشباب في الحياة السياسية في الجمهورية الجديدة، وتفعيل دور الشباب في المحليات وأهمية ذلك في الحياة السياسية، فضلا عن تعزيز دور الشباب في المجتمع المدني والحزبي. عمالة حزب حماة الوطن بالدقهلية بتحتفل اليوم بانطلاق الحوار الوطني الأول للحزب، انطلاقا من دعوة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بعمل حوار وطني بيضم كافة الأطياف السياسية والشعبية، انفازا للوصول للجمهورية الجديدة اللي بينشدها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي بدأ وأرسى معالمها منذ فترة، وكلنا بنشهد جميعا التنمية والإنجازات اللي بتتم على أرض الواقع، واقتربنا جميعا من إعلان الجمهورية الجديدة. والنهارده إذا كنا محور في الحوار النهارده هو الشباب والجمهوريه الجديده، حضراتكم شايفين النهارده كل الاطياف ممثله وطيف الشباب مركزين عليه، لان النهارده الشباب هم نص الحاضر وكل المستقبل وهم عماد الدوله. طبعا دي رساله بنوجهها ان البلد داخله على مرحله طبعا جديده، الجمهوريه الجديده، وطبعا الامل في الشباب. فطبعا احنا كل هدفنا في الفتره ديت ان احنا الشباب يعرفوا قيمه الوطن والرئيس بيعملهم. طبعا انت عارفه انا بالنسبه للمجالس المحليه والنيابيه ان طبعا واخدين طبعا كوته كبيره جدا في تمثيل الشباب في المجالس النيابيه وفي المجالس المحليه، وطبعا هو طبعا عليهم دور كبير جدا. الحقيقه ان الدوله المصريه بتقدم نموذج فعلي لتمكين الشباب الذي اصبح احد اهم نماذج تحضر الدوله المصريه الحديثه. ده الترجم في إطلاق تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وتأسيس الأكاديمية الوطنية للتدريب، وبالتالي بقى عندنا عدد كبير من الشباب تولوا المناصب القيادية سواء سياسيا في البرلمان بغرفتيه، سواء مجلسي النواب والشيوخ، وأيضا في المناصب التنفيذية سواء نواب محافظين أو معاوني ومساعدي وزراء. في خطة على مستوى محافظات الجمهورية بالكامل لأمانة كل محافظة تتناول محور من المحاور للخروج بنقاط إيجابية حتى يتم تقديمها باسم حزب حماة الوطن لل يعني عايز أقول للأمانة الخاصة بإجراء الحوار الوطني. طبعا يعني ده من ضمن سلسلة كبيرة من سلاسل توعية الناس ومعرفتها بالحوار الوطني. الرئيس عبد الفتاح السيسي كان يستهدف أن يكون الحوار الوطني لكل المصريين، مهم قوي إن احنا نوصل الرسالة دي، نعرف الناس إزاي يشاركوا في الحوار الوطني، إيه أهميته بالنسبة لهم، إزاي هنرسم المستقبل كلنا مع بعض. ده تم النهاردة، طبيعي ان احنا نسمع من الناس مشاكل ونسمع هموم. على فكرة الحوار الوطني احد اهدافه ان احنا لما نسمع ممكن نحل عن طريق البرلمان، ممكن نحل عن طريق الحكومة، ممكن لجان الحوار تساهم في ان هي تثري هذه الموضوعات في مع مجموعات كتير من اللجان المشتركة في الحوار الوطني. فتح الباب الحوار مش بس تحت مسمى النخبة، لا، للاستماع لجميع الشعب المصري بجميع اطيافه بجميع مستوياته، ده اكيد هيخرج بتوصيات وبنتائج لازم انها تحسن من مستوى الحياة سواء كانت اقتصادية او اجتماعية او سياسية.